اليوم كان الجلسة الثانية اللي تصويت على رئيس مجلس مقاطعة من رشيد ونوابه وكاتب ونائب الكاتب. قلت الجلسة الثانية لأن الجلسة الأولى كانت عندنا الأصوات الكافية باش ناخذوا الرئاسة ديال مقاطعة من رشيد. تأجلات 5 أيام حسب القانون. هاد 5 أيام ما اللي صراحة خص كنظن أن خص يكون مراجع القانون لأن جاء واحد الناس يصوتوا خصها تحسم. هاد 5 أيام كيطراو فيها تهديدات اختطافات محاولة الاختطاف مساومات بالأموال اللي في هاد 5 أيام ولات الكفة للجهة الأخرى بسبب واحد الشخص اللي حلف على المصحف القرآن الكريم أنه غيصوت على هاد في الأصل ما خصش تكون الإنسان يحلف للسياسة أخلاق غتصوت غتصوت ماشي مرة تكون هنا مرة تكون هنا. سمعنا أن الصوت ديالو وصل 150 مليون للأسف هادشي ماشي في الصالح ديال المغرب وماشي ما كيتماشاش مع اللي كينادي به صاحب جلالة التغيير. ما حد كاينين بحال هاد الناس في السياسة غادي نبقاو مازال العجلة ديال التنمية غادي تبقى متأخرة. النقطة الثانية هي حنا فاش سالات الانتخابات تحالفوا معنا حزب العدالة والتنمية بالطلب منهم هما في شخص الحياة مصطفى اللي هو نائب برلماني مرتين أو 3 مرات ورئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد السابق والنائب الحالي في هاد الولاية هذه النائب الأول. هاد السي مصطفى الحياة 20 يوم هو كيصلي بالناس الأعضاء وكيدير لهم الموعدة وكيقول لك السي عبد الإله الشيكر هو راك خصنا. أنا شخصيا هذه بودني سمعتها كيقول لك الحمد لله اللي جاب لنا الله هاد الشاب وما يمكن لناش نمشيو للجهة الأخرى. جيت الليلة ديال التصويت تكون عندنا أغلبية مريحة ونعولوا عليك لأن بغينا لأن تتعرف التحالف خصو يكون فيه الأخلاق. هذاك العدد ديال الأعضاء اللي في التحالف بما فيهم العدالة والتنمية خصنا نعطيهم نواب ما يمكنناش نبقاو نزيدوا الناس وما نعطيوهمش يعني مناصب اللي يقدروا يمارسوا بها سياسة القرب. يعني مشينا في التحالف بالثقة. السي الحياة خلانا حتى الآخر ليلة قال لك عنده اجتماع حزبي احترمنا المؤسسات مشى ما بقاش كيجاوب التليفون لوحده جوج الليل عرفنا القضيه فيها رائحه الغدر. خلى الملابس ديالو كالجبان خلى الملابس ديالو الحذاء ديالو الملابس المهم راه غادي تشوفوا ان شاء الله هذا الشيء. كنا كنتمناو من هذا البرلماني السابق وهذا المسؤول اللي تقلد عده مناصب كبيره نائب عمدة اللي مسؤول على 80% من الميزانية ديال الدار البيضاء نائب برلماني كيقول أستاذ جامعي كنا اللي هو خصو يكون قدوة للمجتمع والسياسي الجدد اللي منهم حنا ومنهم الشباب اللي كانوا في التحالف معنا خصو يكون قدوة. جي برر الموقف ديالك وقول أنا ما غنبقاش متحالف معكم لهاد الأسباب ماشي بالهروب وتخلي الحوايج ديالك وما تكونش عندك الجرأة ترجع حيت عرفتي راسك خنتي العهد وعطيتي العهد وكتنتمي لحزب يدعي الأخلاق والقيم وكيدعي أنه حزب إسلامي. للأسف عطى قدوة وخرج من قدوة سيئة وخرج من الباب الضيق. وهذا 14 عضو اللي صوتات في اللائحة ديالنا نظيفة ما فيهاش الاموال تعرضوا وصل الصوت حتى 100 مليون وصل حتى 150 مليون تهديدات وهذا الشيء راه بالدلائل. هذا الشيء غيبقى في التاريخ ديال مقاطعه مولاي رشيد غيبقى في التاريخ وخاص تقطع هذه الممارسات وخاص الناس تصوت على الناس اللي في المستوى اللي ماشي غادي ينجحوا ويبيعوهم ويعطيو المسؤوليه للاشخاص اللي كانت تبتت انهم لم يعطوا شيئا للساكنه والمواطنين.